السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الخالق محمد من The Tech Group. كل تجميع عملناها السنة اللي فاتت في 2017 تمنها زاد على الأقل 1000 جنيه، من أول تجميعات ال 10000 جنيه بمعالج i3 حتى التجميعات الرايزن 3، على الأقل تمنها زاد من 1000 جنيه ل 3000 جنيه حسب الكرت الموجود. ومع إطلاق AMD للإبيوز الجديدة أظن ده كان وقت مناسب إن احنا نعمل تجميع. أنا كنت رايح أشتري القطع ما بعمل عليها التجميع عشان نحط اداء للتجميع في الفيديو، لكن حصل بس شويه حاجات ما قدرتش اشتري التجميع المره دي، بس عشان الطلب على الفيديو كان كبير جدا، ناس كتير جدا طلبوا مني التجميع دي، فادي الفيديو وبرده هسيب نتائج تحت في الديسكربشن من ريفيو او اتنين بثق فيهم جدا جدا. يعني اول حاجه نبدا بالمعالج. حاليا في مصر مفيش الا رايزن 3 2200 جي، معالج حلو بيدي اداء ممتاز جدا بكارت او من غير كارت، وده زي ما قلت هسيبه تحت في الديسكربشن. فمن غير كارت حاليا هيدي اداء كويس جدا بسعر 2250 جنيه. تاني حاجه وهي البورده، كان في اكتر من خيار بس بسبب اسعار الرامات وبسبب ان كسر السرعه على الاي بيوز دي مش رائع قوي يعني، فقلت خلاص خلينا في الاي 320 وعشان كمان نظبط السعر شويه. البورده جيجا بايت اي 320 اتش دي 3 بتيجي بمخارج صوره، وده اللي احنا محتاجينه للبورده. فلو حبيت تختار انت بورده اعلى خلي بالك ان لازم يبقى فيها مخارج صوره. البورده فيها زي ما قلت مخارج صوره ومكانين للرامات مع مكان واحد لكارت واحد، بورده بادجت لتقضيه الغرض بتيجي بسعر 1450 جنيه. تالت قطعه وهي الرامات. الرامات مع الاي بي يوز بالذات او مع الكارت الداخلي بيبقى يفضل تبقى دول تشانل، يعني رامتين اربعه احسن من رامه 8 شويه صغيرين في الاداء، لكن بسبب ان الرامتين الاربعه اغلبهم رامات فاليو وسعرها غالي كان اوفر بحوالي 300-400 جنيه ان احنا نجيب رامه واحده 8 جيجا بايت، وفرق الاداء ما كانش مستاهل الفلوس. جبنا رامه اي داتا اكس بي جي نسخه 8 جيجا بايت دي ار 4 2400 ميجا هرتز، هتدي اداء كويس في الالعاب جدا، معظم الالعاب دلوقتي بتبقى شغاله كويس على 8 جيجا بايت رام. رابع حاجه وهي الهارد. الهارد مش خيار صعب، 1 تيرا بايت توستن ديجيتال بلو، اي هارد ثاني يعجبك هيبقى حاجه كويسه. لو هتجيب هارد توستن ديجيتال بالنسبه للتجميع دي بادجت شويه، هيبقى الموازنه الحلوه هتبقى هي اللون الازرق، هيديك سعر حلو وبرده اداء حلو. خامس وسادس حاجه مع بعض هما الكيسه والباور سبلاي. في هنا خيارين، تجيب اي كيسه تعجبك او اي كيسه رخيصه وخلاص، وتجيب باور سبلاي لوحده، دي حاجه كويسه. لو حبيت كده اختار الكيسه اللي تعجبك وباور سبلاي اف اس بي هيكس 500 وات او كولر ماستر لايت 500 وات. الفرق بينهم ما بين 400 وات حوالي 200 جنيه بس، فمش فرق كبير. وكمان لو حبيت تعمل ابجريد للجهاز بتاعك لمعالج حتى لو قلنا رايزن 7 وكارت جي تي اكس 1060، الباور 500 وات هيشيل معاك بدل ما تضطر تبيعه ساعتها وتجيب واحد تاني على فرق 200 جنيه. فالاثنين دول خيارين كويسين. لو عاوز توفر بقى شويه فلوس وتجيب الاثنين كومبو حلو على بعض، فالبيت فينيكس كومرات كيسه ممتازه بتيجي بسعر 1450 جنيه ل 1550 جنيه، زائد ان بيجي فيها باور سبلاي 500 وات من بيت فينيكس. الباورات بتاعت بيت فينيكس باورات كويسه جدا تدي اداء كويس جدا. وطبعا مع اخر قطعه وهي كارت الشاشه، بالنسبه ان اسعار الكرول بقت وحشه جدا دلوقتي، وبالنسبه ان التجميع دي معموله عامه انها حاجه تقدر تعملها ابجريد لقدام في نفس الوقت ما تكلفكش كتير دلوقتي وتخليك تلعب، فهي موازنه ما بين الاثنين. وطبعا مع اسعار الكرول دلوقتي فمالناش دعوه باي كروت خالص. استنى شهر 4 هيتم الاعلان عن معماريه انفيديا الجديده، وفي المقابل من الموضوع ده هنشوف رامات الجي دي دي ار 6 الجديده، دي حاجه ممتازه وهتقلل اثار الكروت جامد جدا. تاني حاجه هنشوف كروت اساسا، دي حاجه لوحدها، فاتوقع نزول جامد جدا في اثار الكروت. ومع اللي حصل للبيتكوين الفتره اللي فاتت فاتوقع ان احنا هنشوف فعلا اثار كويسه جدا للكروت مع المعماريه الجديده. لكن انت ميزتك 7500 جنيه فانت جاي تتفرج على الفيديو ده. ميزه التجميع دي بعض الحاجات اللي انت تقدر تعملها بعد كده. المعالج الرايزن 3 2200 جي بيدي اداء ممتاز بكارت خارجي او بالفيجا 8 الموجود جواه، فلو لعبت على الكارت الداخلي بتاعه من ميديوم لهاي هيديك اداء كويس جدا. بعد كده لو حبيت تحدث قدام مع المعماريه الجديده وتجيب كارت شاشه ما زال برده هيديك اداء ممتاز جدا. حبيت بقى تزود المعالج فالبورده اي 320 بسوكت اي ام 4، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده ان السوكت دي هتفضل مدعومه لحد 2021. فالنقطه دي مع النقطه دي مع المعالجات الموجوده اساسا لرايزن في السوق دلوقتي، انت تقدر تحط معالجات كتير جدا وتحدث بامكانيات رائعه جدا على التجميع دي، فدي نقطه ممتازه تبدا بيها جهازك. لو انت ميزانيتك على قدك شويه دي نقطه ممتازه فعلا انك تبدا بيها جهازك او تبدا بيها رحله البي سي جيمنج، نقطه تقدر تستمر من عليها بعد كده بمعالجات اعلى وبكروت اعلى، والتحديثات اللي انت ممكن تعملها هتبقى تقريبا زي جهاز جديد بس بربع الثمن. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، لو الفيديو عجبكم يا ريت تعملوا شير للفيديو مع اصحابكم، لان كل شير بيدعم القناه بتاعتنا.
تعمل لايك على الفيديو وقولي رايك تحت في الكومنتات. ولو عندكم اي اسئله عن اي حاجه يا ريت تقولوها لنا تحت في الكومنتات وهجاوب عليكم ان شاء الله. وبرده بقى لنا فتره كبيره جدا ما عملناش فيديو كيو ان اي، فبرده هتلاقوا تحت في الديسكربشن الاكونت الشخصي بتاعي على تويتر والكومنتات بتاعت يوتيوب. انا مش هستقبل اي اسئله للكيو ان اي الفيديو اللي جاي الا من خلال كومنتات اليوتيوب والاكونت الشخصي بتاعي على تويتر. فلو عاوز تسال على تويتر تقدر تعملي فولو على تويتر وتعمل منشن بالسؤال اللي انت عاوزه او زي ما قلت تحت في الكومنتات بتاعت الفيديو ده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معكم عبد الخالق محمد من ذا تيك كرو.